في كل سنة كما دابت مؤسستنا منذ 4 سنوات على تقديم هذا المهرجان، مهرجان اللغة العربية، من أجل إحياء أو الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية اللي كيكون في 18 ديسمبر. فتحت شعار لغتي هويتي تسعى دائما المؤسسة من أجل نقل هذا الرسالة، حب اللغة العربية الذي نحن في حاجة ماسة إليه، من أجل تربية هذا النشأ ومن أجل تثبيت اللغة العربية في عقول أبنائنا، لأننا ما أحوجنا لكي نغرس الهوية العربية والهوية الإسلامية في أبنائنا. والحمد لله ككل سنة نجد استجابة من التلاميذ، وهذه المبادرة طبيعة الحال يتلقاها التلميذ بكل صدر رحب، فيتمر هذا العمل وهذا الجهد يعني القيام بمجموعة من الأنشطة التي تثبت أصالة التلميذ المغربي ومدى حبه لهويته العربية. فنجد الحمد لله رب العالمين استجابة من التلاميذ ومشاركة فاعلة تكون على مستوى المسرح وعلى مستوى الأناشيد باللغة العربية، ونسأل الله عز وجل أن يكلل هذا المهرجان بالنجاح وأن تعمم التجارب على جميع المؤسسات سواء التعليم الخصوصي أو التعليم العمومي، لنضع البسمة ونضع البصمة عفوا ونغرس الغصة في هذا الجيل الذي يحتاج إلى هذه الأمور. أنا جد مسرورة بحضوري هنا بمهما والتلاميذ والأساتذة الذين عملوا عملا كثير وسروري كذلك بلغتنا، لغتنا العربية، وبفخرنا بها، فخرنا في الميدان الإسلامي والوطني، ونحن جد فرحون بأساتذتنا وتلاميذنا والمؤسسة الإسكندر كلها جميعا. شكرا لكم وشكرا لحضوركم، شكرا للأمهات والآباء لحضورهم. نقوم دائما في هذه المؤسسة، مؤسسة الإسكندر، بتنظيم هذا العمل من أجل التلاميذ، لأن التلاميذ هم اللي كيطلبوا منا هذا العمل، هم الذين يبادرون، فنأخذ جميع المبادرات التي يقدمونها ونحولها إلى أنشطة، وبالتالي يحضر الآباء وهم يرون أبنائهم وهم يقدمون أنشطة وأعمالا مميزة. نشعر دائما أن الأولاد دائما في تجدد، دائما يقدمون الجديد، وبطبيعة الحال هذه الدورة الرابعة المؤسسة الإسكندر مستمرة في هذا العمل ديالها، وإن شاء الله في المبادرة ديال الإدارة، المبادرة ديال الأساتذة، طاقم التربوي، الكل يعمل من أجل إنجاح هذه المبادرة السنوية. بالطبع نعتمد على أساس فكرة اليوم العالمي اللي هو 8 دجنبير، وكذلك باعتبار اللغة العربية لغة أساسية ووطنية تقوم بالدور ديالها على مستوى الوطن.